أول رد من محمد رمضان بعد واقعة التصوير مع إسرائيليين وإيقافه عن التمثيل. بزي عسكري يحمل صفة جندي مقاتل، كتب الممثل المصري محمد رمضان: أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأنني لا أعلم جنسيته، ولو كنت أعلم كنت رفضت التصوير. وتابع رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: ثانيا، المكان مطعم وليس حفلة خاصة، مشيرا إلى أنه تم إذاعة أغاني عربية وإنجليزية وفرنسية. واستنكر رمضان الحملة التي أثيرت ضده بعد نشر صور عدة له مع شخصيات إسرائيلية من بينهم المغني الإسرائيلي عمير آدم، مضيفا: مش عارف، المفروض كنت أترك أصحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه، أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم. ورغم توضيح للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكرا نقابة المهن التمثيلية، شكرا شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي في رمضان القادم، شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي. وكان اتحاد النقابات الفنية قد أصدر قرارا بإيقاف رمضان عن العمل إلى حين التحقيق معه على إثر نشر صوره مع إسرائيليين أثناء زيارته دبي قبل أيام. وأكد الاتحاد العام للنقابات الفنية أنه تم وقف رمضان عن العمل لحين التحقيق معه بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم. من جانبه أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في مداخلة له عبر قناة NBC أن أزمة رمضان تجاوزت مسألة نشر صورة مع أحد المعجبين، إذ نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشير إلى وجود رمضان في حفل يضم عددا كبيرا من الإسرائيليين مع خلفية لأغاني إسرائيلية. كما أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصرية قرارا بمقاطعة أخبار محمد رمضان ومنع نشر اسمه وصورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه من قبل نقابة المهن التمثيلية. وأكد بيان النقابة أن مخالفة هذا القرار ستخضع مرتكبيها للمساءلة التأديبية وسيحال المخالف فورا إلى لجنة التحقيق النقابية. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وترك تعليق في قسم التعليقات في حق هذا المطبع الجديد. دمتم بخير.